حياكم الله مشاهدينا الكرام اينما كنتم، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج منتصف النهار. حلقتنا لهذا اليوم مليئه بالفقرات راح نتابعها سويه، وقضيتنا ايضا قضيه مهمه جدا بما انه عطله نهايه الاسبوع وحلقه نهايه الاسبوع اليوم الخميس. نتمنى لكم ايضا عطله نهايه اسبوع سعيده. اهلا بك علي، وكذلك اهلا بكل من يتابعنا. وباعتبار اليوم خميس، يعني يوم الخميس يوم عطلة، يوم مميز اكيد، يعني حتى لو عندك قد ما عندك عطله وايام عطل، لكن يوم الخميس من تكون عندك عطله راح يكون مميز، خاصة أكيد. تشوف الناس انه يتزوجون بيوم الخميس، يسوون حفلات بيوم الخميس، الخطوبة أيوه بيوم الخميس، يوم جميل، العزايم كلها بيوم الخميس، فيعني تبقى إلى نكهة خاصة، وخاصة كذلك بالعراق. يعني احنا يوم الخميس يعني إلى فد ميزة استثنائية، لأنه خاصة يعني يوم جميل ويوم تلتم بكل العائلة مثلا أو حتى الأصدقاء، وبالتالي قد ما يكون انه هو اليوم متعب صح، لكن يكون مريح بنفس الوقت. فعلا هو احلى شيء، احلى شيء بيوم الخميس انه يومين وراء عطله، الجمعه والسبت، فاكيد الفرحه تكون بيه. يعني شوف انه يوم الجمعه، استقبال يوم الخميس، من يجي نسمع بيوم الخميس، يوم الجمعه مو حلو. يوم مو مثل يوم الخميس صح، يعني خاصه صح. الموظفين وغيرهم. طبعا مشاهدينا راح ندخل بقضيه المنتصف بعد الفاصل، ابقوا ويانا. اهلا بكم مشاهدينا لقضية المنتصف لهذا اليوم. يعتقد كثير من الناس ان السعادة الزوجية لا تتم الا بالمصارحة الكاملة وايضا المطلقة بين الزوجين، بحيث يصبح كل طرف كتاب مفتوح بالنسبة للطرف الاخر، ويعتقدون ان الثقة بينهما لا تكون كاملة الا اذا وصلا الى هذه الحالة. ولكن هناك آراء مختلفة تشير الى ان المصارحة المطلقة بكل الاسرار قد تشقي الطرف الاخر، وقد تهدم العلاقة الزوجية، وأيضا قد تخلق فجوة من عدم الثقة بين الزوج والزوجة في حياتهم المستقبلية خاصة. السؤال هو، هل من المفترض على الزوجين أن يصارحوا بعضهما بكل ما في جعبته من أسرار أم لا؟ يعني نعم علي، أنه موضوع الأزواج، يعني هناك أزواج عاشوا مع بعضهم سنوات طويلة واحتفظ كل منهم ببعض الأسرار لعدم جرح الطرف الآخر أو عدم التسبب بحزن له، وهذا يعني بالنسبة لبعض أن الحياة الزوجية تعتمد كثيرا على نجاحها على التفاعل الجسدي وكذلك العقلي والروحي، وليس دائما على الأسرار، وتحتاج دائما إلى الإفصاح أو لا تحتاج إلى الإفصاح عن الأسرار كشرط لنجاح هذه العلاقة الزوجية. سنناقش هذا الموضوع أكثر، لكن نذهب مع سيف عبد الوهاب إلى الاستطلاع ونعود. حياكم الله حبتنا متابعينا في برنامج منتصف النهار. الحياة الزوجية مبنية على الشراكة والتفاهم. اليوم سؤالي، هل يحق للزوج أن يخفي أسراره على زوجته وكذلك الزوجة؟ راح يكون هذا اليوم محور استطلاعنا، راح نوجه اسئله الى نساء ورجال وراح نسمع ونرجع، ابقوا يعني. اي ممكن يصير بين الزوج والزوجه اسرار. رايك هذا السر ما يسبب مشكله؟ احيانا يصير به مشكله واحيانا ما يصير، لان حسب الظروف اللي هم اثنين بيهم. شنو ممكن انه نضمه على الزوج او على الزوجه، وشنو ممكن اللي ممكن ما يكون سر وينضم وانه بالتالي يمكن ينعكس بالسلب على الازواج نفسها؟ أحياناً الزوجة يعني تخاف من زوجها، ما تقدر يعني تكشف كل أسرارها إله. أنا متزوجة من 89. يعني خلال هاي السنوات هم أكو سر بينك وبين زوجتك أو أخفيت سرك عن زوجتك؟ والله هي حياة كلها تفاهم بين الزوج والزوجة، مهما يكون الزوج لازم أن يكشف لزوجته كل حياته قبل الزواج، حتى ما تنصدم، وحتى بعد الزواج هي الحياة تفاهم، هي إذا بنت على حب الحب يتغلب على كل شيء. رأيك اليوم إذا صار إنه خوف من الزوج أو من الزوجة إنه ما يبيحون بأسرارهم لبعض، يعني ممكن اليوم أكو فد سر بس ما تقول لك بزوجتك، برأيك هذا ربما يسبب مشاكل أو ربما عدم راح يكون عدم تفاهم أو عدم قناعة الزوج بالزوجة بسبب هذه الأفعال وهذه التصرفات؟ هذا الصراحة كلش حلو، فالشخص أي إنسان يقبل على الزواج أو حتى متزوج يجب أن يصارح زوجته بكل شيء، يعني حتى تنبني حياتهم بناء سليم. صار كم سنة من تزوجت؟ تقريباً 16-17 سنة. 16، يعني بهاي 16 سنة أو 17 سنة هم أكو سر بينك وبين زوجك بصراحة؟ يعني إذا ضمت عليه؟ بصراحة لا، أكثر الأسرار أني أقولها يعني يعني ويا زوجي، بس هي مو كل سر ينقال، يعني اكو اشياء امور عامه يوميا انت تمر بيها ما لها داعي انه الزوج يعرف بيها.
او يدري بيها، بالاخص اذا الزوجه انه تعرف زوجها حساس يتحسس من بعض المواضيع، فتكون يعني ما تريد تخلق مشاكل. بس اذا مشكله تتعلق بعملها، امور يعني تتوقف عليها، لا لازم تكون صريحه. اذا كفت شيء منه يمس الزوجة أو كرامة الزوجة أو ربما حياة الزوجة أو عمل الزوجة، المفروض منظمة مو صح؟ طبعا لا، لعد هم مشاركين بكل الأمور، فالمفروض أنه هو ما يضم عليها وهي ولا هي يضم عليها. أي بس تبقى أكو أمور خصوصية، يعني أنت من تترك البيت تغلقه وتريد تتوجه إلى العمل بعد تنسى كل تفاصيل البيت ومشاكله وكل أعمال، يعني كل أعمال اللي أنت مريت بها أو الظروف اللي مريت بها. وإحنا العراقيين تعرف مرينا بهواية أمور، وكذلك بالدوام أكو بعض الأمور. هم أنت من تغلق بعد باب المكتب بعد ما تنقلها للبيت كم سنة؟ هواية عمر طويل. لها 37 سنة متزوجة. هاي 37 سنة هم ضميتي السر على زوجك؟ أبد، حياتي ما ضام فتشي على زوجي، يعني والله العلم عند الله، هذا شيء راجع له. تمام؟ يعني تحسين اكو سر ضام عليك؟ ما اتصور، الا التدخين بسكوت. حلو. زين، سؤالي برايك اليوم يصير نضم اسرارنا على زوجاتنا او زوجاتنا تضم اسرارهن علينا؟ الزوجه ما من حقها تضم سر على زوجها ابدا ابدا، لانه هي ملكه، ملك صرف له. لكنه هو أكو بعض المواقف تضطر أن يضم حفاظاً على مشاعرها، ممكن حفاظاً على سلامة بيته، يجوز يمر بأخطاء. وأنت تعرف إحنا الناس الشرقيين يسمحون للولد يخطأ بس المرة ما يجوز أن تخطأ نهاية. هذا أنا رأيي بعد. شنو ممكن نضمه وشنو ممكن؟ طبعا كل شيء يخرب البيت نضمه. المفروض تكون يعني الزوجه يعني ايضا على فد مستوى او درايه بهذا الموضوع، يعني من رجلها يفتح لها صدره ويقول لها باسرارها، سواء كان مهنيه او غير مهنيه، يعني اجتماعيه او ما شابه، او حتى الاسرار المتعلقه باهله وكذلك هي. المفروض تكون عندها فد مستوى من التعلم تقدر تستوعب هذا الشيء، بس اذا كانت لا اعتقد هاي قد تسبب مشاكل. زين، برايك شنو الممكن انه نضمه على الزوجه؟ شنو الممكن اليوم اللي نكشفه او نعطيها هذا السبب؟ والله انا بالنسبه لي ضد انه اي شيء ينضم، النجاه في الصدق. وبعدين يعني الانسان قد ما يريد يكذب يوم يومين سنه سنتين لازم يعني ينكشف. عليش خوي يقولها وربما قد يصير مشاحنه وهذا تناقش شيء يطلع اللي بقلبها، انا كذلك تنحل. انا اعتقد نفس اليوم لو كان حتى لو سر هذا يعني ضد البيت، يعني خلينا نقول لا تزوج امرأة ثانية، خو أقول لها يعني أقول لها ونشوف هي شنو اعتراضاتها على الموضوع. هاي في حالة إنه وردت زوجة ثانية. كل إنسان عنده ثلاث أشياء من المعلومات عن حياته الشخصية أو عن طبيعته. أكو معلومات عامة يحب ينطيها لكل الناس، كل الناس تعرفها عنه وهو يحب ينطيها. أكو معلومات عنه يحب ينشارك من يحبه، قد يكون زوجته، أمه، أخوه، صديق. واكو معلومات خاصة هي ما يشارك بها أحد أبد. من هذا الشيء بدأ يشارك به بدأ يخرب، بدأ تبدأ عنده هواية مشاكل. فأنا هذا اللي أشوفه يعني. وأنا قلت لك هو اكو معلومات عامة الناس كلها تعرفها، اكو معلومات لا يعني. شو ممكن اليوم تضمه على زوجتك؟ يعني الشيء اللي تضمه على زوجتك، خلينا نكون صريحين وخلينا نتكاشف، يعني أريد اليوم إحنا رجال. هاي فضيحة. لا. يعني شنو اللي ممكن تضمه؟ شنو ممكن تضمه؟ تبوح صدك لزوجتك بيه، يعني يكون خط احمر قدر ان كان، يعني علاقاتك تكون محدوده ما تعطيها كلها. يعني انا احكي لك يعني ما عندي اي علاقات حتى زوجتي تباوي، يعني ما تزعل علينا. اي بس كقصد حتى تكون علاقات ما تكون اوبن كل شيء تعرف عنك. انا هذا رايي ما اعرف، ولازم هم بنفس الوقت تعرف كل شيء. بس انت اكو شيء ضام على زوجتك انه انت من زوجة الثانيه وما قايله؟ والله من حلقك الباب السما. شكرا لمراسلنا مباغد اسف عبد الوهاب على هذا الاستطلاع. اذا قضيتنا لهذا اليوم الاسرار بين الزوج والزوجه، يعني كان السؤال الاهم هو هل من المفترض على الزوج او على الزوجه ان يفشيا باسرارهما امام احدهما امام الاخر ام لا؟ يعني موضوع الاسرار موضوع معقد جدا، يعني هناك يمكن اي شخص يقع في اخطاء في الماضي، هل من المفترض ان يصارح به الشخص المقابل ام لا؟ ما أعرف، أنا من وجهة نظري أنه الشخص جميل أنه يتكلم بأسراره إذا طلب الشخص المقابل
وإذا كان الشخص المقابل متفهم ومدرك وواعي وفاهم، مو أنه مجرد بس يريد يعرف الأسرار وبعدين يخلق مجرد الحديث وإفشاء الأسرار يخلق فجوة بين الطرفين. فحسب الشخص المقابل إذا كان متفهم ماكو مشكلة أنه شخص يحكي بأسرار، حتى بالتالي ما ينصدم أو بالتالي ما يكتشف صحيح. السر ويعني يكون أنه على أساس فيما يعني فيما عنده أنه خبى عني هذا الأمر. وإذا كان الشخص المتفهم فأعتقد أنه من الأفضل أنه شخص ما يفشي بأسراره. أيضا نوع السر نفسه والموضوع نفسه والخطأ نفسه اللي وقع به الشخص، أعتقد أنه أكو أمور مو من المفترض أن تتكلم بها المرأة أمام الرجل، ولا الرجل يتكلم بها أمام المرأة، خاصة إذا ما كانت تمس حياتهم وتمس شخصهم الاثنين. يعني من خلال اختلاطنا علي بالمجتمع يعني شوف بعض المشاكل تصير تكون أسرار، هي مو أسرار لكن أمور قديمة صارت. صح. فبالتالي إنه الواحد ليش يهتم لأمور قديمة صارت؟ هي يعني ممكن نقول يعني الأسرار أو هناك مشكلة تصير، يعني في حين مثلاً أنت اليوم تعرفت أو متعرفت، يعني أنت أساساً خلص يعني منتهي الموضوع، لكن كأي شاب مثلاً يريد يتعرف على بنت، فبالتالي يعني بداية علاقتهم وبالتالي بداية ارتباطهم إذا كانت هناك أمور مخفية فمن هنا تبدي الرحلة، يعني ممكن نعتبرها إنه هاي بالفعل هي أسرار نقطة البداية، وإذا خبت يعني أو ضمت على هذا الموضوع فبالتالي هنا ممكن أكو خلل بالعلاقة. لكن إنه أنت ترجعين قبل 10 سنوات وكذلك أو الزوج يرجع قبل 10 سنوات وليش ما قلتي لي قبل 10 سنوات، ويمكن الموضوع أصلاً يعني ما إلى أي داعي، فبالتالي رح يفتعلون مشكلة هي أساساً ما موجودة، أساساً صارت بالماضي، فالواحد ليش ما يعيش الحاضر طبعاً. وليش ما يمهد للمستقبل؟ وإذا كان هناك أمور مخفية رح تبين، أو يعني كل ما أنت يعني ما تهتم للأمور اللي قبلك كل ما تكون الثقة متزايدة أكثر، كل ما تكون الأمان أكثر، فبالتالي أنه أكثر الشريكين يعني يقعون بهذه المشكلة يهتمون لأسرار الماضي أو حياة الماضي. ممكن يعني إذا كان هناك سؤال عن نقطة معينة بخصوص ماضي معين فبالتالي اوكي يتوجب يعني انت ضد انه الشخص يتحدث بالماضي وبالاسرار بصوره عامه. الاغلب اللي دا اشوفه والاغلب المشاكل اللي دا تصير عن امور في الماضي تمام، فيعني ما له داعي لانه خلص اللي راح راح فعلا. يعني البدايه هي جديده. اذا هبه الطائي الباحثه الاجتماعيه والاكاديميه من بغداد، نهارك سعيد سيده هبه. نهار الحب والمحبه على كل مشاهدين شرقيين. اهلا بحضرتك، استمعتي للاراء اللي وردت قبل قليل واستمعتي لرايي وراي رنا ايضا، يعني رنا تحدثت قبل قليل انه مو من المفترض ان الشخص اصلا يسال عن اسرار المقابل، والاراء اللي وردت يمكن متباينه نوعا ما، ولكن معظمها تحدث انه فعلا مو من المفترض الشخص انه يبحث عن اسرار الماضي ويتحدث بها، يمكن راح تخلق فجوه بالمستقبل. رايي انا يمكن مخالف نوعا ما لهذه الاراء، اعتقد هي تعتمد على الشخص المقابل نفسه اذا كان متفهم واذا كان مدرك واذا كان يتقبل ماضي الشخص بكل اخطائه ويتقبل الشخص بكل اخطائه وبكل سوابقه، فهي تعتمد على الشخص المقابل. انت شنو رايك بدايه بهذا الموضوع؟ نعم، في البدايه بالنسبه لموضوع الاسرار بين الزوجين المستوى الثقافي، نبدي بالمستوى الثقافي جدا مهم. عندما يكون الزوج مثقف ومتفهم طبعا يختلف كثيرا عن الزوج الحساس واللي نقول يعني من أقل شيء قد يختلق مشكلة. فطبعا هنا إحنا إذا الزوج كان متفهم لأسرار الزوجة طبعا لا مانع من أن الزوجة تبوح له بكل شيء، بس إذا كان هو حساس ويخلق مشكلة هنا راح يصير يعني شلون نقول بينهم فد النوع من أنواع الخلافات اللي قد تكون لا داعي لها. فتعتمد على ثقافة الزوج بالدرجة الأولى ومدى تفهمه للأسرار التي تقولها له الزوجة. نعم. يعني ست هبة، يعني إذا نتحدث عن الأسرار غالبا ما البنت تحاول تخفي الأسرار إذا كان في حياتها في الحاضر أو في الماضي، بينما الرجل يسهل عليه أنه يفصح عن هذه الأسرار. يعني هو المرأة نفسها يعني تكون ضعيفة أمام حياتها وأمام ما تخفيه من حياتها إذا كانت في الماضي أو إذا كانت في الحاضر، والرجل يعني ما عنده أي مشكلة في حين أنه يفصح عن هذه المشاكل، وقد تكون يعني هذه الأسرار يعني تسبب خلل معين يعني من قبل المرأة، أو حتى نقول تبدأ تشك في الرجل باعتبار أنه هي تخفي لكن الرجل لا يخفي، فمن هنا تبدأ مشكلة الأسرار، وبالتالي يعني أنه يمكن هناك ملحة أنه الإفصاح عن هذه الأسرار وهي قد تكون من قبل الزوج لا توجد هناك أسرار. نعم،
باعتبار المرأة طبعا تختلف عن الرجل، باعتبار احنا مجتمعنا ذكوري ويسمح للرجل بإقامة علاقات ما قبل الزواج، والمرأة تكون هاي النقطة لديها حساسة. أحيانا تكون المرأة مثلا تمر بفترة خطوبة سابقة أو فترة يعني خلينا نقول عقد قران سابق. أنا من وجهة نظري الشخصية أنه لا تخبر الزوج بهاي الفترة، لأنها تعتبر فترة يعني ماضية، واكو هوايه من الازواج يتحسسون من هاي الفتره يعني حتى وان كانت هي في الماضي، يعني حتى وان كانت ماضيه يتحسسون ويخلقون مشاكل من ادنى موقف بسيط. بينما الرجل عادي يتحدث عن ماضيه باعتباره هو رجل، يعني يقول كانت لديه علاقات او خطوبه سابقه، فهذا الامر ماشي عندنا احنا في مجتمعنا. بينما المراه لا، انا من وجهه نظري وكنصيحه من عندي انه مو تخفي عليه، وانما يعني تتجاوز هاي المرحله اللي قد تسبب مشاكل بدون داعي، يعني بدون داعي، لانه بس ممكن الزوج يعرف ممكن نعم. الزوج يعرف من طرف ثاني، يعني يعرف من طرف اقارب او صديق وما شابه ذلك، بالتالي راح تكون نظرته على الزوجه انه اخفت عليه الحقيقه. يعني اعتقد انه ممكن انه تتحدث بامور ولكن بخطوط عريضه بصوره عامه، مو انه تتحدث عن التفاصيل، لان يعني هي التفاصيل اللي تخلق المشاكل، ولكن هي كقضيه مثلا كانت مخطوبه في السابق ممكن ان تذكرها كانت مخطوبه وخلاص، لانه اذا سمع يعني احنا هاي عقليتنا للاسف الشديد انه بدنا نبحث عن ماضي الشخص، ما عندنا نقطه البدايه اللي من خلال يعني انه يعني من يرتبط الشخص الزوج مع زوجة انه خلاص يبدون حياه جديده، يتركون كل الماضي بما فيه. نعم نعم بالضبط مثل ما حضرتك تفضلت، يعني هو هي طبعا اكيد كانت لديها ماضي خطوبة وارتباط ولم يحصل اتفاق بينهم، يعني هذا أمر جدا طبيعي، لكن هو موقف الزوج هنا يكون حساس، يبدي بالغيرة ودائما يعني يحاول يعني ينتحس، يصير عنده انتحاس من هذا الموقف. صح. أنه حتى وإن كان قلت لك بالماضي، فإحنا قلنا يعني صحيح هي الثقة مطلوبة بين الأزواج، ويعني يكونون هم كتاب مفتوح واحد للثاني، هذا أمر جدا مهم، لكن نرجع ونقول حسب تفهم الزوج لهاي النقطة. يعني إذا كان الزوج متفهم، راح أعطيك مثال آخر، يعني هذا يعني كلش أحدث من ذاك الماضي أو شيء، يعني حاليا إحنا نتعرض أكثر النساء للمضايقات في مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر النساء يتعرضون إلى كل أنواع المضايقات والحرشة ويدخلون عليها. صح، هذا الشيء موجود في كل بيت عراقي، فهل الزوجة تروح تخبر زوجها بهذا الأمر؟ طبعا إذا كان هو متفهم وكان يعني لديه ثقة بي، تقول له، تقول له أنا أكو فلان شغلة وفلان شغلة، راح يتفهم الموضوع. لكن إذا كان زوج عصبي وحساس، طبعا راح يمنعها يمكن من المواقع التواصل، ويمكن على مود فد يعني خلينا نقول سبب تافه جدا، يعني هذا أمر جدا مهم. وكذلك يعني اكو اكثر النساء مع الاسف يتعرضون الى مضايقات في عملهم، يعني انا اعرف مرأة يعني شلون نقول بطلت من العمل بسبب مضايقة المدير، مدير العمل. يعني هناك قد تكون يعني مثلا لا نقول انه هي اسرار، لكن نوع من المضايقات، فبالتالي قد يكون هذا الزوج غير متفهم، واحنا باعتبارنا مجتمع شرقي او المجتمع المسيطر الذكور يعني مسيطرين. صح. فبالتالي انه ما راح يقبلون بهذا الموضوع، يعني ممكن تتحول الى مشكله كبيره، ممكن انه تفقد هذه البنت وظيفتها، او حتى اذا كانت على موقع التواصل الاجتماعي ممكن انه يمنعها من الدخول الى هذه المواقع التواصل الاجتماعي. لكن في النهايه هناك تفاهم وهناك ثقه متبادله، فبالتالي مهما كانت هذه الاسرار، مهما كانت هذه الامور قد تكون هي كبيره جدا، لكن اذا كان الزوجين متفاهمين فبالتالي يعرفون شلون يحلون هذه المشكله، وبالتالي ما تعود على حياتهم بأي أمور سلبية. شكرا للباحثة والأكاديمية الهبة الطائي لانضمامها ويانا اليوم في منتصف النهار. مشاهدينا أكيد أصدقائنا آراء بعد الفاصل، ابقوا ويانا. نبدأ من نعيمة صابر تقول جميل أن تكون حياة الزوجية كتاب واضح بالأشياء المهمة والخاصة بينهما لكي يتوصل كلا الطرفين إلى الثقة التامة، هذا هو الأساسي في حقيقة الأسرار، لكن بعض الخصوصيات لا أعتبرها ضرورة للشرح، مثال على ذلك ليس مجبر كلا الطرفين ذكر بعض الأسرار كأسرار العمل. أم أحمد تقول تختلف العلاقات الزوجية فيما بينها، وهذه المسألة تتوقف على مدى الثقة المتبادلة بين الطرفين،
وأكثر زوجين ممكن أن يكونا كتابا مفتوحا أمام بعضهما هما اللذان، تكون علاقتهما مبنية على الصداقة الحريصة، إذ يكونان متفاهمين لبعضهما حتى وأن لم يرضيا على بعض تصرفات بعضهما. وهناك بعض الأسرار ممكن أن تخفى على عن الزوج لأنها تخص طرفا ثالثا، كأن يكون موضوعا يخص صديقا أو صديقة، أو أن يكون الموضوع لا يفهمه الطرف الآخر لأنه لا يكون ملما بكل تفاصيله، فيؤدي ذلك إلى خلق مشكلة هما في غنى عنها. وطبعا كل زوجين لهما خصوصيتهما لابد أن تحترم. تحياتي، شكرا. من جديد أهلا، ونصل إلى الأخبار الأخرى ونبدأها في خبرنا الأول، حيث قام قائد القوات النرويجية بزيارة استثنائية لحديقة حيوان إدنبر في اسكتلندا لمنح رتبة عميد شرف في الجيش النرويجي لطائر البطريق الذي يحمل اسم نيلس أولاف. وكان البطريق قد حصل على هذه الترقية وسط أكثر من 50 جنديا يرتدون الزي الرسمي للحرس الملكي النرويجي في أثناء موكب في المتنزه الاسكتلندي. وكذلك كان البطريق قد حصل على هذه الترقية وسط أكثر من 50 جنديا، وكان هذا أو انضم البطريق نيلس أولاف إلى الحرس الملكي في ثمانينيات القرن الماضي خلفا لبطريق آخر يحمل الاسم ذاته. والتحق البطريق بصفوف الحرس الملكي النرويجي عام 1972 عندما جاءت قوات الحرس الملكي لتقديم عرض استعراضي أو استعراض عسكري في مهرجان تاتو السنوي للموسيقى العسكرية. وسعى آنذاك ملازم بالحرس يدعى نيلز أنجلي لتبني بطريق بحديقة الحيوان ليكون جالبا للحظ للحرس الملكي. وبدأ البطريق بعد ذلك بحظى أو بالترقيات إلى أن وفته المنية في عام 1982، فحل محله البطريق الثاني الذي حصل على الاسم ذاته. هو يعني هذه الأفكار الغريبة، يمكن أنه كونه جالب للحظ للحرس المالكي، فبالتالي توجوه وخلوا له يعني مثل ما شاهدنا قبل قليل هذه المكانة عسكرية. يعني ما أعرف، اختلاف ثقافات بين الدول. شنو أنت ما عجبك الموضوع كأنه شنو غرت من البطريق؟ لا طبعا باعتبار أنه جالب للحظ، يعني هسه تعرف مراسم سوالة أكو أمور، يعني إحنا يعني العرب يعني يمكن تشوف أنه هي نعتبرها أنه هي جالبة للحظ، فبالتالي كذلك الغرب يعتبرون البطريق وغيرها اختلاف انه هي جالب للحظ. هو اختلاف ثقافات يعني مو اكثر. نحترم كل الثقافات طبعا. ايضا تداول الرواد بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف جدا يظهر طفل صغير وهو يقلد حركات الممثل سيلفستر ستالون في فيلم رامبو، ويقوم الطفل الرضيع بتاديه كل الحركات مع الفيلم دون اي غلطه، ما جعله يحصد نسبه مشاهدات عاليه. أهلا بكم من جديد. طبعا فقرتنا الصحية وأيضا فقرة الرياضة دائما لها حصة في برنامج منتصف النهار. اليوم راح نخصص فقرتنا للحديث عن أبرز التمارين الرياضية المطلوبة لعضلات الترايسبس والبايسبس. نعم، يعني اليوم فقرتنا مو بس للنساء اللي يريدون ينحفون منطقة الذراعين، وإنما للشباب كذلك الذي يسعون لتقوية العضلات. راح نشوف شنو التمارين الخاصة بهذه المنطقة من الجسم مع المدرب الرياضي الكابتن محمد الشخيتي في هذا التقرير، نشاهده.
مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في الفقره الرياضيه ببرنامجكم منتصف النهار. بناء على طلبكم اليوم خصصنا الفقره لنحكي فيها عن تمارين بتخص البايسبس والترايسبس. كثير من الصبايا عم ببعثوا لي على البيج عندي انه كابتن بدنا تمارين نصغر فيها ننحف فيها الايدين وايش اسرع طريقه. هلا راح احكي انا تيبس سريعين، ركزوا معي بالتمارين وبفتره الراحه اللي راح احكي فيها. طبقوا التمارين زي ما انا بتشوفوني عم بشرحه بالضبط لتحصل على نتائج سريعه. اليوم راح تكون معنا ميثم. هاي ميثم، كيف حالك؟ زي ما عودناكم احنا دائما بنعمل ستريتشنج باول التمرين. طبعا احنا بنكون عاملين انا وميثم وورم اب 10 مينت تريدميل. اوكي راح نبلش ستريتشنج هون. اوكي ايدك الثانيه ميثم. اوكي نعكس هون، نعكس ايدي الثانيه. واهم ستريتشنج دائما بركز عليه انا ستريتشنج اللور بادي او اللور باك، سوري. بنعمل ستريتش كثير منيح للور باك عشان نتجنب الاصابات، لانه معظم الاصابات اللي بتكون عندنا بتكون في منطقه اسفل الظهر نتيجه ضعف هاي العضلات. العضلات القطنيه دائما عندي ضعيفه، فعشان هيك بنتجنب الاصابات بحماء يكون مناسب واطاله مناسبه. زي ما حكيت اليوم تماريننا لمنطقه الايدين. هلا راح نبلش نعطي التمارين. ركزوا معي بالزوايا، مسكات الايد كثير بتلعب دور وبتغير من شكل العضله، يعني انتم بهمكم شكل ما تصغروا شكل حجم العضله، فركزوا بالتكنيك راح نعمله. اول تمرين راح نعمله مع ميثم. ميثم هون راح امسك البار واسع شوي، اوسع من مستوى كتفي، هون مستوى كتفي، هون اوسع من مستوى كتفي. بطلع للاخر هون وبنزل شوي شوي، نشوف التمرين عشان نشرحه للمشاهدين. تمام، هلا زي ما احنا شايفين اول شيء ميثم هون مسكتها ابعد من كتفها، اوكي؟ بنطلع للاخر وبننزل. هلا اللي بيسالني التمرين ايش بشغل؟ طبعا هون بشغل منطقه البايسبس. الزوايا اللي بتشتغل عندي هي الزوايا الداخليه بالايد، يعني انا لما اطلع بالجريب او بالمسكه لبرا انا بشغل عضلات من جوا او المنطقه الداخليه في البايسبس زي ما احنا شايفين. التكرارات اللي بعملها ما بعمل اقل من 15 تكرار لحتى تصغر الايد. هلا الجولات بنعمل من 3 جولات لاربع جولات، وفتره الراحه هون بتلعب دور في انه انا اكبر عضلتي او اصغر عضلتي. فتره الراحه ما بتتجاوز عندي ال 15 ثانيه. اوكي جود ميثم، يعطيك العافيه، ثانك يو. اذا هي اول تمرين مشاهدينا اللي هو كان بايسبس بالقبضه الواسعه. راح نعمل على نفس البار كمان نفس الشيء ميثم هون. هلا هي حكينا كتفي هون على مستوى كتفي، راح امسك اضيق شوي من مستوى كتفي، بطلع للاخر وبنزل شوي شوي. تمام، نشتغل التمرين عشان اشرح التكنيك بالضبط. اضيق شوي كمان نشتغل بالضبط. تانية صغيرة لازم ضروري يكون عندنا بإجرينا. مشاهدينا جدا مهم تلتزموا بالتكنيك الصحيح عشان نتجنب الإصابات. تانية صغيرة ما بتكون مبينة بالرجل، الباك كله لفوق، دائما معدتي شادة وأنا بشتغل كل التمارين. زي ما احنا شايفين المسكة الثانية صارت مسكة أضيق، أوكي يعني كلوز جريب. اللي بيسألني إيش بستفيد أو إيش الفرق؟ الوايد حكيت بتشغل الإيد من جوا، والكلوز بتشغل الإيد من برا اللي هي منطقة البايسبس الخارجي. تكرارات راح نعمل 15 تكرار، وفترة الريست راح تكون عندنا زي ما حكيت 15 ثانية. اوكي ميثم، ثانك يو. سريعا راح نشوف كمان تمرين ثالث. امسكي ويت اخف معي، نشتغل انا وانت التمرين ميثم. هون راح نشتغل ل كمان البايسبس، هذا التمرين بنسميه الهامر. بنطلع 90 ديجري 90 درجة دائما كلوز، تشيست اب، معدتي لجوا، سوفت صغير بجري، وبننزل على الاخر. بنطلع هون بنشتغل 10 تكرارات انا وانتي عشان المشاهدين يشوفوا كيف التكنيك. دائما كلوز جريب، سكري كواعك كمان هون. هيك اخذنا ثلاث تمارين مشاهدين، شرحنا فيهم عن ثلاث زوايا بمنطقه الايدين. رح ننتقل للعضله المهمه للكل واللي بيعانوا منها اللي هي منطقه الترايسبس. الترايسبس عضله سهل جدا تنحف، بس لازم نركز فيها بموضوع الوزن والتكرارات. أول تمرين ميثم خلينا نعمله أرض، بليز تنزلي لي على الأرض. أوكي راح ناخذ البار هون، تمسك البار، راح نمسك البار على نفس مستوى كتافي، يعني أضيق شوي، كمان 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 أضيق على نفس مستوى كتافك بالضبط. إيديك بدي إياهم هون تكون على مستوى التشيست عمودي، راح أنزل 90 درجة هون وأطلع للأعلى.
نحاول نعمل كلوز جريب. كلوز يعني نسكر ايدينا من هون، نسكر الكوع بس ننزل. هلا وين بنزل؟ بنزل بحاول عجبيني لفوق. واحد من اهم تمارين الترايسبس بشغل تقريبا 80% من الالياف العضليه بمنطقه الترايسبس، يعني بيساعد على الحرق بكميه كبيره. تكرارات بعملها تكرارات عاليه، المفروض 15 تكرار. اوكي بس ميسم ثانك يو، خليكي بس لتحت عشان نعمل التمرين الثاني. مشاهدينا هذا التمرين من اهم تمارين الترايسبس، بيلتعب 15 تكرار اربع جولات. موضوع الريست برجع باكد عليه كمان مره، اللي هو بيكون عندي 15 ثانيه. راح نشوف تمرين ثاني باستعمال الدامبلز. تمسكي لي دامبلز واحد بس. اوكي راح نشتغل تمرين هون هيك بالضبط، ايدك نو هيك، خلينا ننزل هون على الاخر، نطلع على الاخر بالضبط. بنزل ايدي بحاول ما تتحرك، كوعي ضل 90 درجه. يس هون حركت انا زاويه ثانيه بالترايسبس. لازم هلا اللي بيسالني انه كوتش ليش عم بتغير زوايا، ضروري جدا انا العضل احركها من جميع زواياها لحد ما تاخذ شكل مناسب. مش شطاره انا انحف العضله بدون ما يكون شكلها حلو. كثير صبايا بنشوفهم بتنحف عضلتها بس شكل او بوستر العضله بالمره مو حلو. فعشان هيك احنا بنلعب التكنيك هون بزوايا مختلفه عشان تتشكل عنا العضله. تمرين مهم نركز فيه كمان مره، ناخذ الكاميرا كلوز بليز عليه. اوكي دن. اخر تمرين ميسم دامبلز اثنين، راح نشتغل اثنين مع بعض، دامبلزين مع بعض. جود كلوز كمان البو، سكر كمان 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 البو، انزل جنب راسي هون، احاول كوعي ثابت. يس مشاهدين ضروري جدا هون 90 ديجري، كوعي 90 درجه، بطلع للاخر وبنزل للاخر. هيك اليوم احنا رح نختم حلقتنا. اخذنا تمارين كمان مره رح نستذكرها بشكل سريع، تمارين البايسبس، تمارين للترايسبس، ثلاث تمارين. موضوع الجولات كان عندنا اربع جولات، تكراراتنا 15، وفتره الراحه جدا مهمه هون اللي هي 15 ثانيه. بتمنى منكم تكونوا استفدتوا، وبنحب نسمع فيدباك منكم وتعليقاتكم عندنا على اللينك اللي رح ينزل للفيديو. يعطيكم الف عافيه وبنشوفكم بفقره ثانيه. ثانك يو ميزم. من بين النشاطات الثقافية وأيضا الفنية اللي يغطيها برنامج منتصف النهار، صدر في عمان مؤخرا كتاب جديد عدته رفيقة أيام الأخيرة شقيقة الفنان العراقي الكبير الأستاذ إسماعيل فتاح. السيدة نهاد فتاح الترك أعدت هذا الكتاب بعنوان من حيث بدأ إسماعيل فتاح الترك. يعني تم توقيع كذلك هذا الكتاب الذي حوى على بعض الذكريات والصور النادرة على قاعة ومركز الأورفلي للفنون التشكيلية في عمان بحضور عدد من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي. كاميرا منتصف النهار حضرت هذه الفعالية الثقافية وعادت لنا بجانب منها، نتابع في هذا التقرير. جيل إسماعيل فتاح بالعراق هو جيل ما يسمى بالحداثة، اللي اجى بعد الرواد. الرواد اللي هم سواء بالرسم أو بالنحت. بالرسم يعني الأساتذة فايق حسن وحافظ الدروبي والأستاذ سعد الطائي الحاضر أمامي اللي هو أستاذنا، هو كبار الناس المعروفين. بعدهم اجى جيل آخر سمي جزافاً بجيل الستينات. أعتقد إسماعيل فتاح ينتمي لهذا الجيل. إسماعيل فتاح كان الشخص المتمرد الأكثر حداثوية بهذا الجيل، وكان في الرسم كاظم حيدر أيضاً يعني محاولة بعض الرواد
أيضا تمرد، لذلك صار حقيقة في الكتاب موجود الصراع بين فكرة كاظم حيدر وإسماعيل فتاح في التوجه. ما أريد أقوله أنه هذا الجيل الستيني هو الآن ذاكرة البلد. الكتاب يشمل حياته كنحات إضافة إلى أنه كرسام، وقد قدم الندوة عدد من المختصين بالنحت العراقي والمعاصرين لهذا الفن، وحضره جمع كثير ومثقف من أبناء الجالية العراقية والمهتمين بالفن في هذا المضمار. نجي على إسماعيل فتاح، ماذا عمل؟ بدت مجموعة أعمال لإعادة إنتاج الإيقونة، يعني شاعر، أديب، مثقف، كاتب يسوي له تماثيل. موروثنا بهذا المجال كان تمثال السعدون اللي سرق، كان رئيس وزراء العراق، وعند ما صارت الحرب سرق هذا التمثال وصهر. كان هذا لشخص إنجليزي، وبالعراق ما عندنا توجه بهذا المجال. إسماعيل فتاح في الحقل الإيقوني سوى مجموعة أعمال، منها الكاظمي، موجود الآن في ساحة الكاظمي ببغداد، شاعر طبعا شاعر شهير، وأبو نؤاس الشاعر العباسي، والواسطي الرسام المعروف، والرصافي، وجملة من الإيقونات. إسماعيل فنان كبير طبعا، كبير بفنه، لكن كنحات كرسام أنا بيها وجهة نظر أخرى. قدم أعمال الرصافي كعمل فني دقيق مدروس، يعني واقعي، خلينا نقول بفن النحت، جاب الشبه وشخصية الرصافي هذا من قبل ما يسوي نصب الشهيد، وأعماله كثيرة. اليوم استذكار إلى أعمال الفنان الراحل إسماعيل الترك، وهو من الفنانين الكبار نحاتا ورساما، وهذا شيء مفرح ومبادرة جيدة لاستذكار الفنانين وإعطاء الأهمية لمنجزاتهم، سواء كان نحاتا أو رساما أو يعمل بالسيراميك. أنا كنت على احتكاك بأستاذ إسماعيل حكم عملي في كلية الفنون الجميلة كأستاذ، وكنت أحد طلبته أيضا، وهو إنجاز نصب الشهيد. إسماعيل فتاح أعاد إنتاج نصب الشهيد أو الرمز لنصب الشهيد، بالحقيقة هو رمز أفلاطوني. نفذت القبة وملحقاتها، وأنا كنت أحد المساهمين بالكتابة بالخط العربي لأسماء الشهداء. كان إسماعيل فتاح يعطي أفكار، يعني أفكار، ومهمة الفن أعتقد هي مهمة فكرة. الحقيقة يعني شعور كان مشترك في العائلة، يعني أن ليست هناك مبادرة من مؤسسات حكومية أو فنية خاصة استطاعت أن تشعر بأنه هناك تقصير أمام عمالقة الفنانين مثل إسماعيل فتاح. ونأمل يعني من المؤسسات الخاصة والحكومية أن تستشعر مسؤوليتها أمام فنانيها العراقيين. إذا مع هذا طبعا النشاط انتهت حلقتنا لهذا اليوم، أكيد راح نلتقيكم في مشاور وحلقة جديدة الأسبوع المقبل. أجمل تحية لكم من الكادر ومني ومرنا، وكذلك عطلة سعيدة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.